حياكم الله بالحلقة 14 من بودكاست مقهى صناع الألعاب. اليوم يانا ضيف برتبة جنرال في عالم صناعة الألعاب وشغفه في التكنولوجيا. هو المؤسس والمدير التنفيذي لشركة بابل جيمز اللي تم استحواذها من قبل شركة ستيل فرونت السويدية. محمد فهمي المعروف بام جي، أهلا وسهلا في مقهى صناع الألعاب، شلون صحتك؟ الحمد لله ومشكورين هواية دنار على هاي الاستضافة الحلوة وكل التوفيق على هذا البودكاست الجميل. الله يخليك الله يخليك ام جي، طبعا كلش فرحان انه صرت موجود ويانا بالمقهى صناع الالعاب وانه صار عندك الوقت الكافي، وهاي ادري انه كلش مشغول، فشكرا هواي لوجودك. وقبل ما ابدي كلش حابب اعرف شنو قهوتك او مشروبك المفضل عاده في عالم صناعه الالعاب؟ الصراحه موضوع القهوه معقد يمي، يعني من عشاق القهوه. اها حلو، يعني قبل ما ابلش الشغل لازم شيء اشرب الكابتشينو مالتي الساخنه، بعدين اشرب القهوه التركيه، وراها اشرب كابتشينو بارد وراها اشرب لا بعد تسلسل تمام. كابتشينو ايرلي، كابتشينو ايرلي على مود الحليب والكذا، وبعدين القهوه مالتك، واخر شيء قهوه بارده. نايس بالضبط، والله رهيب. هاي انت بصراحه شوف، انا يمكن اكثر جواب اللي كان كلش انترستينج بالنسبه لي اللي جاوبوني قالوا لي بس مي، كان هذا فتش كلش رهيب بالنسبه لي. بس هاي اول مره انه اربع انواع قهوه واحد ورا الاخ، فرهيب جدا. يعني اعترف لك يعني بدون القهوه والسيجاره لا صحصح ولا اعرف اشتغل. مو هي هذا البنزين مالتنا على متفضل ماشي. هاي تمام زين. انا بصراحه كلش انترستينج اعرف اصلا شلون دخلت صناعه الالعاب، يعني قبل بابل جيمز، قبل كل هاي الامور، شلون بدا الشغف وشلون محورت الامور لحد ما وصلت البابل جيمز؟ حلو. هو بصراحه يعني انا من كنت طفل صغير بالعمر، يعني كنت عاشق في شيء اسمه جيمينج والالعاب، من ايام الاتاري، مو الاتاري الاسود اللي كلنا نعرفه بس كان قبله همين، ايام الكوميدور، كان اكون من اتاري بيسكلي، يعني كنت احط الكاسيت اذا تتذكره يشتغل ساعه لودينج وراها اقلبها على الجهه الثانيه يراد له بعد نص ساعه او ساعه لودينج حتى تشتغل اللعبه. وعادي هاي معاناه، هاي معاناه صدق معاناه. فمن ذاك الوقت وراها الاتاري العادي، وراها السيجا، ميجا درايف، يعني اكيد تعرف طبعا صحيح. كان بوقتها السيجا ميجا درايف يعني بالنسبه لي كان خيال علمي، كان فتشي رهيب، الالعاب اللي موجوده عليها وكذا، وكان كلش رهيب، وكانت غاليات. انا اتذكر كنت اروح للسوق باب الشرجي وهذول الاماكن، كنت ابدل تبدال، يعني ما كنت اشتري وكذا، فلانه كانت كلش غاليه. وإذا تتذكر وقتها من الأركيد كان مشهور، فكنا نروح صح نلعب مورتال كومبات، ستريت فايتر، نينجا تيرتلز، جولدن أكس. فيعني من ذاك الوقت فنحكي I was crazy about games. نعم. ومن كبرنا للبلاي ستيشن، للأكس بوكس، يعني من الجيمات اللي يعني صدق مدمن عليها اللي هي هيلو فرانشايز، خاصة هيلو 3. كانت بالنسبة لي يعني ألعبها day and night basically online ذاك الوقت. يمكن الهيلو 3 هي اللي كانت بيها الخرائط والهاي همين اللي تقدر شوية تعدل بيهن، أتوقع واحدة من الهيلوات كانت بيها هاي السالفة، أو يمكن أنا مخلط ويا الريل. أعتقد الريل طبعا، مو الانجن، للناس اللي يسمعونه الريل أكو قبل الانجن، أكو الشوتينج. كانت كلش حلوة بوقتها. صح. بس يعني أقول لك أنا أكثر جيم يعني صدق ما شفت يعني basically أنام هي من وراها هيلو 3 و Gears of War. طبعا قبلها كان يعني هوايه كانت العاب حلوه يعني عبر السنين مثل ماكس بين وغيره جراند ثيفت اوتو 1 و 2 هاي، بس يعني اكثريتها كانت كونسنتريتد على السنجل بلاير مود، كان حلو السنجل بلاير مود. فاينل فانتسي، ستار وورز، كل دول الالعاب، بس يعني اللي
اللي خلص ادمنت الاونلاين مالتهم يعني بعد خلص يعني اتدمرت اللي هم هيلو 3 وجيرز اوف وور. كان رأساً 24 ساعة عليها. اي خلص يعني 24 ساعة يعني، ما بحيث يعني مثلا انا اسبوع مثلا بس قاعد العب يعني. حلو. كاونتر سترايك، ما نود نذكر هذول. كاونتر سترايك كمان كان نفس الحقبة وكذا، ما أدري إذا كنت انترستد بيها و... كانت بالحقبة اللي قبلهم كاونتر سترايك إيه اول ما نزلت كنا نروح نلعبها بالنتورك، صح. كنت احيانا النتورك كان عبارة عن بس 12 جهاز وراها سوى ابجريد سواها 16 جهاز، فكنا نلعب كاونتر سترايك دي. ذاك الوقت كانت فتشي، بس هم انت بتحكي ليميتد بالمكان وبالنتورك وبالناس اللي يكونون موجودين. طبعا ف يعني ليش لا اقول لك شويه اختلافات، لانه كان بالاخير لازم يعني تروح ويا جماعتك وتكونون حاجزين الساعات وما ادري شنو وتقعدون وتلعبون 3 4 ساعات وراها تنتهي السيشن وترجع انت بعد خلصت صح. هذه. بس يعني لما نزل خاصة الاكس بوكس 1 اتذكر اللي هو كان one of the best for online games، وراها الاكس بوكس 360 كان سوبر باورفول حتى اكثر من البلاي ستيشن للاونلاين جيمز. هناك صفة انه انت قاعد بالبيت وبدك تلعب 24 ساعة نون ستوب. صح 100%. خلص الجهاز موجود عندك اياه وقاعد بالبيت وانتهى الموضوع. صحيح. ام جي تتذكر هاي الفتره مال لما تلعب، يمكن بالسيجا كانت اكثر شيء كذا. المشكله كانت لما يقولون انتم دا تخربون التلفزيون، لانه هاي الاجهزه رح تخرب التلفزيون وكذا. قالوا لك هيك شيء؟ اهلك لو ما بس كان عندي يعني مشاكل نفسية هواية ويا عائلتي، انه يكفي لعب قوم ادرس ايه امك تمسكك تعرف تطفي كل شيء صح، ممنوع ممنوع من اقعد البلاك تقعد رأسا. الكتاب وادرس ما ادري شنو وانت متحرقص بس تريد الدرس تحفظه وتخلص حتى تروح ترجع ويا تلعب ويا اصدقائك. صحيح صحيح تمام. فهسه هيك صار عندك الشغف، خلينا نقول الاهتمام موضوع الالعاب والكذا، وبدات شوي شوي تكبر تكبر بيها. صحيح شو وقت عرفت انه هاي مثلا، لانه احنا لما كنا هواي صغار وكذا ما كان واحد يفكر انه تمام اكو واحد يسوي هاي اللعبه وكذا. فشو وقت انت قمت تفكر بهذا الموضوع انه تمام اكو ناس اكو شركه وانا حابب هذا الشيء همينه؟ صحيح. هسه من صرت بالسادس والجامعة أنا بصراحة دخلت دراسة جرافيك ديزاين، بس كان اهتمامي عالي جدا بالاي تي. يعني كنت بس أروح أدرس جرافيك ديزاين لأنه بصراحة ما كنت أريد أدرس هواية بالجامعة. بس كان اهتمامي جدا بالاي تي، فكنت دائما اونلاين ادرس اي تي ريليتد ماتيريالز، نتوركينج، بروجرامينج، يعني يو نيم ات. واحده من الشغلات اللي ذاك الوقت سويتها بصراحه، سويت اذا بتتذكر ذاك الوقت برو ايفولوشن سكر كانت جدا مشهوره على البلاي اي ستيشن. صح. ف دخلت بالسين مال المودينج وما مودينج، وسويت نسخه خاصه بي باللعبه، ثيم خاص بالجيم وكل الافرقه ابديتد وما ادري شنو من هالسوالف. وقعدت يمي ولد صديقي هو حافظ كل اللاعبين والباور ابس مالتهم وما ادري شنو هذا، وسوينا مود كامل فروم سكراتش البرو ايفولوشن سكر ونزلته بالسوق. بصراحة كان يعني باليوم الواحد أسوي لي بين 300 إلى 500 نسخة. ها واو، شنو ترجع تطبعها يعني؟ أي المودينج أيام والله السيديات رهيب. ايه اوكي ايه قاموا كل اتذكر واحد اتذكر المودينج كان موجود هذا، وكان اكو الكاور سترايك كمان يسوي لهم مودينج، والجي تي اي كان يسوون عندها هواي نسخ وكذا. فرهيب فمحلات والله نايس. محلات الجيمز يعني صار عليها طلب بالسوق كلش عالي، محلات الجيمز كلها كانت تطلب مني يعني كميات، يعني قمت اطبع بالاخير بالالاف من هاي النسخه. واو. خوش بداية. خوش بداية مع البزنسينج رأسا، بدأت من ذاك الوقت. نايس زين. وراها خلصت الجامعه قمت اشتغل بذاك الوقت بالاي كوميرس ويب سايتس، بال
نتوركينج بالسكيورتي، جيت ويز والفي بي انز وهاي الامور، تعرف كانت يعني قليلة الناس اللي تفهم بهاي الشغلة. ف قلت لك انا كان عندي اهتمام عالي بالاي تي، فشت اسوي هاي البروجكتس للشركات وهيك. وراها فهي هاي سويت البذرة، خلينا نقول البداية انه ها تمام والله هاي الشغلة ممكن هياتني انا يعني سيطرت على برودكت اشهر معين ويقدر يسوي لي مبيعات وكذا. اشتغل يعني بروجكتس اي تي يعني للشركات، هاي يعني بصراحة ساعدتني. بس وراها قررت اسوي اول شركة العاب لي، كانت بعدها الفكرة مو متطورة. فكانت فكرة الشركة انه ماكو العاب باللغة العربية، اوكي حلو. ليش ما افتح شركة تسوي سيرفيسز للشركات الأجنبية، منها الترانسليشن واللوكلايزيشن وهاي هاي الأمور. اي سنة تتذكر؟ والله صعب أتذكر، بس هاي قبل الموبايل جيمينج، فهاي احنا كنا بدنا اها نحكي اوكي، على قبل السمارت فون بشكل عام، اي ايام يعني السيمبيان ونوكيا وهذولي. كان اكو سيمي سمارت فونز اللي هم النوكيا، وما نوكيا مثل ما انت حكيت. فكانت الفكرة انه ليش ما نقدم هاي السيرفيسز، يعني when I did my research ما كان اكو شركات that do that، وكانت الشركات الاجنبية ما داخلة بعدها بالميدل ايست. فسويت هاي الشركة، تواصلت حتى ويا الشركات العالمية بوقتها انه there's a big market here and we provide all these services. وهذا تعاقدت ويا شركتين صينيات، و I actually worked on their web games which was not bad at all. يعني سويت فلوس حلوة بذاك الوقت، والجيمات بصراحة اللي بالعربي نجحوا لهاي الشركات حلو. من اللوكاليزيشن العربي. بس ذاك الوقت كان كلش صغير بالعمر، يعني احكي بصراحة يعني حتى البزنس سايد ما كان قوي من ناحيتي الشخصية. ف نعم. بيسكلي يعني صرفت كل الفلوس سفر وطلعات وراحة وجاية، حلو. وعرفت سكرت الشركة. عادي جدا تصير، بس عجبني انه شلون ها تمام اجت الفلوس بس راحت. اي نعم بس راحت وانسى. اتس فاين، اقلها راحت بفتشي تونست بي، يعني صحيح اقلها هيك، مو راحت ببروجكت وراحت البروجكت كامله فشلت وكذا، لا اقلها لا لا، تونست بي. البروجكت ناحيتي البروجكت تنفذ 100% وتسلم 100%. انا قلت لك الجيم ما شاء الله بوقتها نجحت وهاي، بس انا ما ظليت مستمر. شوي صار كاش، تعرف واحد صغير بالعمر اطلع واصرف وتونس وسافر وروح وتعال، أكيد. فخلصنا الفلوس فسكرت الشركة. قررت اكمل مسيرتي بالالعاب. رحت اشتغلت بشركة بيك جيمز، كانوا بعدهم فاتحين فرع مالتهم بالأردن، قدمت عليه الحمد لله اشتغلت نعم. هناك تقريبا لمدة سنة ونص سنتين ببيك جيمز التركية، أكيد شن كانت تعرفها. شغلك هناك؟ ايه طبعا اكيد معروفة بيك جيمز، شن كان التايتل مالتك هناك؟ اشتغلت وياهم بزنس ديفلوبمنت مانجر فور مينا ريجن. اها حلو ممتاز. فانت رجعت الربط مالتهم مال المينا. بالضبط. وشك يعني بصراحة أول ما نزلت في جيمز بالسوق كانت كلش تشتغل بالببلشينج أكثر من الديفلوبينج، فهم كانت وظيفتي إنه نجيب الجيمز من وورلد وايد ديفلوبرز اللي تناسب الميدل إيست صح. ذاك الوقت. طلعت من بيك جيمز وقعدت فترة بصراحة بدون شغل. جاني عروض من الصين وغيرها إنه أشتغل وياهم، كان الراتب زين. بس يعني فكرت ويا روحي، قلت يعني إذا ما راح أفتح أنا هسه شركتي الخاصة بالألعاب بالوطن العربي، فهواي ناس غيري راح يفتحون هذا الشيء صحيح بالمستقبل، وراح بكون أنا يعني
مو من السباقين ولكن من الناس اللي متأخرة بهذا الموضوع. فرفضت العروض اللي وصلتني وقررت إني أفتح شركة بابل جيمز. ممتاز. لما فتحت الشركة هاي كانت البداية. كانت البداية، فتحت بابل طبعا كنت بحدي، رحت على أخوي قلت له كبير، قلت له أني أنا أفتح شركة، واحد اثنين ثلاثة نسوي ببلشنج إحنا للجيمز وهاي الأمور، وأريدك تدخل وياي. اتفقنا أنا وياه، وراها وقعت عقد، وأنا وياه قعدنا بالبيت 6 شهور ليل نهار نشتغل على هاي اللعبة. شنو كانت اللعبة الأولى؟ اللعبة الأولى كانت نداء الحرب 1، وقررنا ننزلها على الفيسبوك، فكانت أول لعبة استراتيجية عربية على الفيسبوك بلاتفورم بذاك الوقت. ممتاز. يعني الديفلوبمنت كانت يمكم، هاي ما كانت لوكاليزيشن وريببلشنج، لا مو كانت ببلشنج بس هم كان اكو ديفلوبمنت طبعا اكيد، لانه يراد لها هواي تغييرات وكذا. بالضبط. وعلى الفيسبوك رسم بدأت بوقتها، كانت الفيسبوك جيمنج كان كلش هواي قاعد يطلع، والويب جيمنج هم هواي قاعد يتطور وكذا. اي صحيح سنة ام جي تذكر؟ هذا الحكي بال 2012 2012. اي تمام 100% صح. يعني، وهي هسه مر 10 سنين على الشركة. ايه بالفترة الصعبة انت بديتها تقريبا، لانه هو 2012 و13 شوية الاوضاع ما كانت كلش زينة بشكل عام كجيم اندستري بالاردن وبالمنطقة كلها، بس بالاردن همينة كانت الفترة كلش صعبة. صحيح. تمام، وبديتوا بنداء الحرب وبدت هيك شوي شوي الالعاب. زين، اول لعبه راسا انت فكرت بها نداء الحرب واستراتيجي جيم وهاي الامور، ليش فكرت بهذا الستايل؟ يعني ليش اختاريت هاي اللعبه؟ هل هي اللعبه اللي انه كانت مثلا ناجحه في سوقها وفكرت انه تسوي نفس الشيء لانه ماكو منافسه، لو حسيت انه هذا فد شيء مناسب للمنطقه اكثر هو للاعبين صراحة يعني قصدي؟ أكيد، هو بصراحة أنا أحكي لك شغلة، بال 2010 أنا كنت ببغداد، أي 2009 2010، فكنا يعني تقريبا كل يوم نروح نتورك نلعب جنرالز. هو اي زيرو اور جنرالز العادية ونسخة الزيرو اور صدق كانت رهيبة. كان كلش رهيب شلون؟ فكان عندي يعني انا هم من واحده من الجنرالز اللي احبها الاستراتيجي، و فكرنا باللعبه وشفنا اللعبه وشفنا ايش قد يعني توقعنا ايش قد راح تنحب بالمنطقه العربيه. قلنا يعني اكيد هاي الجيم راح تنجح ان شاء الله. ان شاء الله. بين كل هاي الالعاب، اخر لعبه اللي نزلتوها هو اقرب واحد عندي اشوفه خلينا نقول للجنرال. هو اسمها جنرال بس يعني للالعاب الجنرال في وقتها وكذا، دا اشوفها هوايه قريبه وبيها هوايه المنتس نوستالجيا كانت بالنسبه لي يعني، ما ادري. فاخر واحده اللي نزلتوها بصراحه رهيبه. الحلوة بالجنرال اللي نزلناها آخر واحدة كلش تشبه as a concept ريسك، إذا لعب ريسك صح فريسك بالضبط. هي أنت تفتح سيشن عندك الورلد ماب وعندك جيوشك وأنت تتحكم بالجيوش وتشتري وتطور وتسوي شغلات حتى يو بيسكلي انك انت تحتل العالم وتفوز. فالكونسبت مشابه جدا، بس اكيد اكو يعني بيه تعقيدات اكثر واكو بيه وينس اكثر واكو بيه استراتيجي اكثر. فالحلو بهاي الجيم انت دائما من تلعب سيشن اذا تفوز او تخسر انت تلعب سيشن جديده، ظلك تستمتع بهذا الكايند اوف جيم بلاي. صحيح 100%. زين ام جي، الخبر الاستحواذ 2000 اعتقد 16 17 بينكم كان 2016 صحيح 16 جود نعم. من ستيل فرونت جروب السويدية جدا معروفة عن شركة كلش كبيرة.
أول شيء كاستحواذ، هو يمكن للناس اللي سمعوها وكذا مو كل الناس يفهمون بالضبط شنو معناها، فتقدر صح تعرف لنا شنو الاستحواذ، شنو أثرت علينا؟ أكيد. هسه هي كلمة الاستحواذ تيجي من الكلمة الأجنبية merge and acquisition أو merger and acquisition، أو بالعادة يختصوها بكلمة M&A. merger and acquisition المبدأ منها اللي هو لما شركة تستحوذ على شركة وتنضم إلها ضمنياً. فهذا معناته انه الشركه من ينضمون سوية مجالات التعاون ومجالات العمل راح تكون مختلفه عما انت مثلا تشتري جزء من شركه او شركه وتتحكم فيها مثلا، او تشتري منها مصنع او هيك شيء. فاحنا كان هو فعليا اندماج بيننا وبين ستيلفورد. بس الشركة تبقى قائمة، يعني كبابل جيمز الشركة ما تبقى راح يتغير قائمة اسمها، تبقى قائمة وكل شيء تشتغل وكذا، كلها ولكن هي تحت المظلة مال تحت ستيلفورد. المظلة 100%. حلو، زين، شلون أثرت هاي على الشركة؟ شلون طورتها؟ شنو كان يعني الأكثر شيء أثر على الشركة وطورت بيها وكذا بسبب هذا الاستحواذ؟ شنو اللي كانت بابل محتاجته ويا الاستحواذ صارت وكبرت بيها؟ صحيح. هسه احنا دائما بالشغل عندنا شيء اسمه ريسك مانجمنت. اهم عامل كان عندي انه if I want to take risk، اذا اريد اخذ اني هذا الريسك واغامر، عندي ظهر قوي او سند قوي بحيث انه ممكن يساعدني على ان اغامر ولكن بدون ما اخسر راس مالي. استمتع. وهذا فشيء جدا مهم في عالمنا. ليش؟ لانه انت من تجي تسوي ماركتنج بوش، تسوي مثلا حمله اعلانيه كبيره وتدفع ملايين الدولارات على هاي الحملات حتى تشهر وتنجح اللعبه، اذا انت يعني في مرحله معينه تريد تطور اللعبه وتريد تشهرها ما راح تقدر تدفع هاي المبالغ بدون ما يكون عندك الريسك جدا عالي، لانك انت بدك تصرف اكثر ما مما تدخل حاليا. فهذا يعتبر ريسك جدا عالي، لانه اذا انت صرفت وما رجع لك الريتيرن اوف انفستمنت اللي هو عائد الاستثمار، فانت دخلت في ريسك انه بطل عندك كاش فلو وممكن انت تغلق هاي المنشاه. صح، فهذا واحد من اهم الاسباب انه انا يكون عندي الملاءه الماليه والقدره على اني انا اتخذ هذا الريسك ويكون ظهري مدعوم بدون ما أوصل إلى مرحلة يكون عندي مشكلة في الكاش فلو. افتهمت عليك، تمام. فهو هذا اللي راح يساعدك بيه، تقدر تفوت بريسكات وكذا. طبعا هو كل صحيح. الريسكات راح تكون مدروسة وكذا، بس يعني الريسك موجود، نسبة من هذا الريسك اللي يقول لك والله هل قد اكو بالمية احتمالية الفشل بالسالفة، اذا صارت لا سمح الله وكذا اكو واحد قاعد يدعمك وكذا، بحيث مو رأسا بسبب فشل واحد تروح تسد الشركة او يخسر نص قيمة الشركة. صحيح 100%. فهاي كانت واحدة من الأفكار الرئيسية. الأفكار الثانية اللي هي تبادل الخبرات، أكيد بالغرب خلينا نحكي عندهم خبرات أكثر في تطوير الألعاب، في الدعاية والإعلان، كيفية دراسة الداتا والأناليتكس، جميع هاي الأمور. نعم خبرتنا احنا كانت في الوطن العربي، ولكن من ناحية بعض الامور في التكنيكال او الاورجنايزيشن ستراكشر او اكيد راح نتعلم انه شلون هم يشتغلوها. فصار هذا التبادل بالمعلومات وبالشغل وكيفيه العمل والنو هاو. صحيح 100%. زين، من ناحيه راح اوقف شويه على موضوع الاستحواذ، اريد بس اعرف السيكونس من الناس اللي يسمعونه، لانه حكينا احنا موضوع الالعاب، والالعاب انت مثلا موجوده تكون اوريدي ببلشت، بس ترجع تعدلون عليها، تسوي لها لوكاليزيشن وتطورون همينه بها شغلات كلش هوايه بحيث تتغير بشكل جذري اللي يناسب المنطقة. والهاي السيكونس عادة لما أنت تلقى هاي الشغلة
على أي أساس تختارها؟ هل هو ده تختار أنت دائما شيء معين ويا مثلا جهة والله معينة وكذا، لو أنت تشوف السوق كاملة وتختار ستايل معين وتسوي لها الريببلشنج للمنطقة؟ هو دينار، يعني واحده من النقاط بس انت حكيتها، انه انت قلت اوريدي ببلشت. يس هو بصراحه هذا مو رول عندنا، يعني مرات تصدف انه هاي الجيم مثلا تكون ببلشت في منطقه اخرى، بس اكو هواي جيمات اشتغلنا عليها ما تكون ببلشت اوريدي بس اوكي ديفلوبت. ممتاز، اوكي ممتاز ممتاز. فمثلا يكون المطور هو مسويها وكذا ويتواصل ويا الببلشرز يقول يابا ترى عندي هاي اللعبة والى اخره، اذا حابين تو ببلشت فتدرسون الموضوع وتسوون مية بالمية. الببلشنج مالته وكذا. وهذا الكونسبت همين مو بس عندنا احنا، هذا ان جنرال بكل الاندستري، اكثريه الاستوديوز عالميا مو هم يسوون ببلش للجيم. يعني حتى ان كان الاستوديو هذا داخل مجموعه معينه او خارج مجموعه معينه، فهو الشركه مثلا خلينا نفرض اي اي او غيرها من الشركات هي تسوي ببلش للجيم للاستوديو المعين. لذلك دائما انت تشوف انه اول شيء مثلا تطلع شركه اي اي مثلا وراها واحده من الاستوديوهات مثل باي وير او غيرها او غيرها، الاستوديوهات ممكن حتى اغلبيه الجيمات اللي على الستيم ممكن تشوف انه مثلا والله يكتب لك الببلشر اكس مثلا والديفلوبر جواه اسم ثاني. نعم صحيح 100%. زين نرجع لموضوع الاستحواذ وصارت وانتم هسه قاعدين تمشون بيها. ورا الاستحواذ كبابل وبحجمها وموجودة بالسوق، التحديات اللي ممكن تواجهوها او اللي قاعدين تواجهوها بالمنطقة بالشرق الاوسط بشكل عام وكذا، شنو هي مثلا لحد الان موجودة او اللي تشوفها التحديات بشكل عام؟ يعني هي التحديات دائما موجودة، يعني خاصة احنا على السكيل اللي نشتغل به دائما، يعني اكبر تحدي عندنا اللي هو الالعاب اللي تجي من الشركات الاجنبية، والحمد لله احنا قادرين ننافسهم وقادرين نطلع بمحتوى بقوة الشركات الاجنبية. فهذا دائما تحدي موجود، انت لازم تكون قوي في السوق ودائما تسوي ابديتس، سواء انت موفر الاكسبيرينس اللي تساوي او اعلى من الالعاب الاجنبيه. 100%. لما توصلون هاي المرحلة، أنا بصراحة كلش انترستد بهاي النقطة وكذا على مود، لأنه عادة معظم خلينا نقول المطورين بالمنطقة، الصناعة بشكل عام بالشرق الأوسط يعتبر بعدها يعني جديدة لما تقارن أنت طبعا بالغرب والشرق مثلا كالصين ودول الاسكندنافية. فعلى مود هاي تلقى معظم التحديات للناس اللي هي تكون مثلا من شركات ناشئة بسيطة قاعدة تطلع وكذا، أو أنديز مثلا تلقاهم واحد أو اثنين قاعد يسوي ألعاب من البيت. فكان انترستنج بالنسبة لي انه كحجم شركة وكذا، فتبدي التحديات مالتكم تصير المنافسة ويا الالعاب الاجنبية اللي قاعد هم انت تحاول توصل للسوق. اكيد انتو راح يكون عندكم الابر هاند لانه انتو اصلا موجودين هنا وتعرفون السوق ايش يحتاج، والعابكم كاملة تكون لوكالايزد للمنطقة. بالسوق الالعاب المحمول، شلون شايف السوق هسه حاليا؟ قاعدة يتطور وكذا، اكو جنرا هواية قاعدة تطلع، وهذا طبعا بشكل عام للشرق الأوسط وكلاعبين وكذا وانتراكتف مالتها. هل السوق هذا حيل غني وموجود والناس مفروض تستثمر به؟ وبأخص السوق العراقي، ما انه انت موجود هم انت يعني همينة بالعراق الأصل، فحابب من أعرف العراقيين شلون هم ويا بابل جيمز وكذا، عندنا الواعي بهنا ما عندنا الواعي بهنا، واتس جوين اون؟ اكيد عندنا لواعيب بالعراق، دائما احنا مهتمين انه نزيد عدد اللاعبين في العراق. المشكله اللي هي بالعراق الامور غير واضحه دائما، مثل ماركتينج شانلز اللي هو قنوات الدعايه والاعلان، قنوات الدفع غير مفهومه في العراق ومو ستيبل بصراحه. فانت يعني من تسوي نشر لاي لعبه باي دوله ثانيه
اسهل عليك انك تسوي ماركتينج، انه اللاعبين يدفعون او يسوون هاي الامور. بالعراق شويه اصعب صراحه، ف خاصه انه مبدا الكريدت كارد ما موجود بالعراق وما حد يستخدمه الا اذا ما 100%. ندر، فهذا يولد مشاكل هوايه، يولد بلوكس حتى احنا نقدر نوصل للاعب العراقي. صحيح. الناس اللي يسمعونه وكذا، يمكن ما ادري اذا الكل يعرفون كذا لو لا، بس مثلا عندك بالعراق، بالاردن هبينا موجوده شويه بس مو كل شويه، بس بالعراق مثلا واحده من الشغلات اللي هي معظم اليوزرز اللي قاعدين يستخدمون الاي او اس او الجوجل بلاي، تلقى الاكونت مالتهم مو شرط هو العراق يعني. فهاي هم من واحده من المشاكل، اللي انت تلقى اليوزر بيس مالتك، مثلا انا مثلا واحد من الناس الاكونت مالتي امريكي، وما رجعت تحولتها مثلا على العراق وكذا، واكو هنا أنا عدد كبير، هاي فتلقى يعني رمينا تسوي تارجتينج فقط تقول يابا هاي الصور او هاي السكرين شوتات تطلع مثلا بس بالسوق العراقي، هم ما تفيد، لانه انت تلقى عندك داونلودات تجي من امريكا اولذو انت موجود بالمنطقه. فهي هاي واحده من الشغلات اللي كلش هوايه هنا أنا موجوده. فهذا يعني هذا يخلي الالجوريثم مال الماركتنج شانلز ما تحزر انت وين او شلون اوصل. فليش؟ لانه انا مثلا بدي اسوي دعايه اونلاين، فاني مثلا احدد له انه والله مثلا خلينا نحكي اذا اوصل الدعم، احدد له ال بيسكلي الستاتستكس اللي يعني شلون اوصلك بيها، الجيوغرافي اختار العراق مثلا، اختار من الايج من مثلا 20 الى 40 كذا كذا كذا، فهي اوريدي مثلا انت معلوماتك هاي مخربطه، فاني ما راح اقدر اوصلك بيها، لانه انت مثلا حاطط عنوانك في ميشيغان او نيويورك وديفايسك صح يو اس اي وكذا، فهاي اللي انا بدي اشرح لك انه تسبب لنا مشاكل بالوصول للاعب العراقي. صحيح. بس ولكن في نقطة كلش مهمة، وهي سوق الألعاب المحمول وسوق الألعاب في المنطقة العربية. سوق الألعاب في المنطقة العربية كبير جدا وده يكبر يوم ورا يوم. الألعاب صارت جزء من حياتنا لا يتجزأ. فأنت إذا تحكي مو على جنر واحد، نحكي على إن كان استراتيجي فيرست بيرسون شوتر مثل ببجي وغيرها، او بدك تحكي على كارد جيمز او دومنا او غيرها وغيرها، حتى الناس قامت تلعبها اونلاين وتتونس ويا اصدقائهم عن طريق المحمول اكثر مما انه يروح للقهوه صح ويضطر يلعبها ويضطر اصدقائه يكونون موجودين وياه نفس هذيك اللحظه. البورد جيمز والاستراتيجي والشوتينج، هذول الثلاثة هواية هنا ها، والفارمينج، هذول الأربعة بالعراق كلش هواية تقريبا لها سوق، معظم صحيح. الناس دي يستخدمون، بالذات سؤال في البوردينج، البورد جيمز. طبعا لما أقول بورد جيمز كليتهم يعني دومينو وغيرها وكذا كليتهم، هواية ناس دي يلعبوها يعني أكثر من مرة، دا أزور ناس وأقرباء أو غير ناس أشوفهم، إذا ماكو شيء رأسا يفتح الموبايل كذا تلقى دي يلعب فتشي بوردينج أو لعبة استراتيجية، رأسا يفوت على السريع يسوي له حرب وكذا كمثال، خلينا نقول الجنرال، أو يسوي له فتشي فارمينج، يزرع له كم شغلة وهاي ينتظر الوقت مالته، مثلا ثاني يوم لازم يسوي شيء. 100%. وحتى بالامر الاخير اذا لاحظ الدمار انه كميه البنات اللي يلعبون هاي الجيمات جدا عاليه، صح، ف زادت، مضبوط. تدخل على بورد جيم او استراتيجي او شوتينج راح تلاقي دائما مثلا بنات دي يلعبون هناك. فهي الالعاب مو مقتصره فقط على الشباب الايام، ولكن الشباب وبنات الكل دي يلعب في وقت فراغه. صحيح. بصراحة هذا فتشي كلش مفرح بالنسبة لي، لأن بدي أشوف الجيمينج قاعد دي يزداد شوي شوي. ام جي حتى صار اكو هنا مثلا ايفنتات ومؤتمرات وكذا، إلا دخل بالتكنولوجيا مو بالاخص موضوع الالعاب وكذا، بس تلقى عندهم دائما فتزاوية، هاي باخر سنتين لاحظتها، فتزاوية مثلا يسوون بيها تورنمنتس، فالاي سبورتنج هم قاعد شوي شوي قاعد دي يطلع، فهذا فتشي كلش زين، لأنه هي هاي البدايات اللي تدعم همنا بعدين تطوير الألعاب همنا يبدي يزداد، ف يعني فتشي مبشر بصراحة، بيبي ستيبس بس يعني قاعدة تتجه شوي شوي. صحيح. من وجهة نظرك
شنو اللي المنطقة ناقصتها حتى تتطور أكثر موضوع صناعة الألعاب؟ وشنو نصائحك للمطورين وللشركات الناشئة؟ يعني انا اقول البيسك والاهم هو المطورين، والمطورين ما دا احكي بس از جيم ديفلوبرز، جيم ديزاينرز، يو اي يو اكس ديزاينرز، داتا اناليسز، كل هاي الوظائف والخصائص اللي يطلبها تصنيع الالعاب، نتوركينج اللي هو خلينا نحكي بروجرامينج اون ذا نتوركينج سايد والسيرفر سايد. انا نصيحتي الحاليه دائما انه يا جماعه الخير انسوا المهن القديمه المتوفره بشكل عالي والمنافس عليها بشكل عالي. يعني تريد تطلع دكتور اكو 20,000 دكتور، تريد تطلع محامي اكو 3 مليون محامي. زين، فهاي يعني صراحه هي وظائف مهمه ولكن قديمه اوفر بوكت صراحه، وبدل واحد تلاقي مليون. العراق العرض صاير اكثر من الطلب. بالضبط، يعني العراق يريدون يطلعون صاير صح، كلها تريد تطلع صاير. زين ليش؟ يعني شو الفكره؟ هذا يا اخوان مجال الالعاب مجال مربح جدا ووظائفه متوفره بشكل كبير ومطلوبه بشكل كبير بمجال خلينا نحكي محلي وريجنال وعالمي. يعني بالضبط، انت ممكن تشتغل بشركه عالميه وتاخذ من عندهم خبرات وكذا، ترجع تشتغل بشركه عربيه او ترجع تفتح مشروعك الخاص او لعبتك الخاصه. موضوع جدا سهل، ماذا احكي، قصدي انه جدا سهل ما بيتعب، ولكن قصدي جدا سهل في تعلمه واخذ الخبرات من عنده، لانه خاصه في مجال الالعاب اكثريه الشغلات اللي انت ممكن تحتاجها للبرمجه او التصميم متوفره اونلاين، وممكن تتعلمها من فيديوهات اونلاين او من مقالات اونلاين. حتى واذا انت موجود بالبيت ممكن انت تطور من روحك، وحتى لو انت بالعراق او باي مكان بالدنيا انت والجروب اللي وياك او التيم اللي وياك ممكن تطورون العاب توصل للعالميه، وانت قاعد تتعلم اونلاين how to program, how to design وغيره وغيره. رهيب بصراحة. هو هذا يعني أنا أشكرك كلش هواي بصراحة على هاي النصيحة، لأنه كلش مهم بالذات الأسواق خلينا نقول اللي بيها هواية تحديات وصعوبات معينة، مثلا خلينا نقول العراق من ناحية المطورين الألعاب هاي الأمور. أجين لما نقول مطور ألعاب إحنا بدنا نحكي عن الصناعة كاملة، ما بدنا نحكي فقط على البرمجة. هذول مثلا يواجهون هواي مشاكل، بس يعني إذا أنت فقط موجود بالبيت عندك شوية الإنترنت تقدر تبدي تتعلم وتقدر تسوي شيء وتقدر تتواصل ويا الشركات الناشره، مثلا واحد من عندهم فور اكزامبل بابل جيمز، يشوفون اللعبه مالتك، ما تعرف احتمال يعطوك نصيحه حتى لو ما ينشروا لك اياها، نصيحه ملاحظه شغله بسيطه وكذا تلقاها راسا، هاي كافيه راسا تقدر تتطور بيه وتوصل شغلات الثانيه، بس مو شيء مستحيل. النجاح مالته اكيد 100%، ماكو شيء سهل، يعني كل شغله يراد لها تعب، بس تقدر تدخل بيه بسهوله قلال هذا المجال. صحيح، من الشغلات اللي سرفايفت كورونا، يعني هاي اهم شيء. ترى فتره كورونا نص الدنيا وقفت، الجيم ديفلوبمنت بقى ماشي والجيم اندستري. صحيح، يعني الكل قاعده بالبيوت، يا عالميا يا تبع التلفزيون يا تلعب العاب، واكثريتها كانت تلعب اكثر من التلفزيون. صح 100%، فكانت فترة ازدهار وظلت مكملة وكذا. من الألعاب أنت طبعا 100% يعجبك الألعاب وتلعب وكذا، فأكو لعبة أو مجموعة ألعاب عربية أو أجنبية حبيتها وقريبة على قلبك؟ ممكن تكون من ألعاب بابل جيمز بالمناسبة، بس يعني تقدر تختار غيرها. شوف، هو كل الألعاب اللي احنا نشرها عزيزة قريبة على قلبي، يعني بصراحة احنا مو بس نشتغل، احنا نستثمر بيها وقتنا وجهدنا وتعبنا وايامنا وليالينا، واحنا بنشتغل على هاي الالعاب حتى ننزلها للسوق العربية والعالمية. فصدقني احنا نكون، يعني هي كلمة بس، احنا نكون حاطين روحنا باللعبة حتى ننزلها للاسواق. صح
فاحنا انا كل العاب بابل جيمز انا العبها والعبها، تعرف يعني دي النايت اللي تنزل للماركت احنا تستنج نغير ونعدل عليها ونسوي هيك. اكيد يعني بالاونه الاخيره بدي افضل العب المالتي بلاير جيمز على السنجل بلاير، أسباب الوقت والعمل والجهد، فما عندي الوقت الكافي إنه أدخل بستوري وأخلص مشينات وآي سبند هاندرد أوف أورز. صح. فحاليا بآخر يعني كم من سنة دا أفضل المالتي بلاير جيمز. اوكي. قبل فترة بأيام الكورونا كنت ألعب مودرن وورفير اوكي. كول أوف ديوتي. نزل الثاني، نزل الكامبين أقلها، الكامبين نزل ورا أسبوع راح ينزل الكامل. وراها كنت العب هيلو انفنت الجديده، فكنت كلش صح. مستمتع بيها أي. لانه ده يعني كان اللعب وطريقه الجيم مثل هيلو 3 كلش متونس. وحاليا بدي انتظر مودرن وورفير 2 بده ينزلون بيها الثيرد بيرسون شوتر يس. واحده من المودز، ف يعني كلش مهتم اشوف شلون راح يشتغلوا، لانه شافوا الاقبال الكبير من الالعاب اللي تحتوي على النمطين اللي هم الفيرست بيرسون والثيرد بيرسون شوتر مثل الببجي او غيرها من الالعاب. فاعتقد بهاي النسخه من مودرن وورفير 2 راح يجربون الامباكت مال انه يضيفون الكاميرا الثيرد بيرسون شوتر. اعتقد راح تلاقي يعني من الريفيوز ده اشوفه اوريدي الناس كلش حابين الموضوع، فاعتقد واحدة من الجيمات اللي راح تتغير جذريا اللي هو كول اوف ديوتي، وراح تلاقي من البداية انت تقدر تلعب بنمط الفيرست بيرسون شوتر او الثيرد بيرسون شوتر، وراح يصير في جزء اساسي من اللعبة. راح يكون تغيير مهم بصراحة جدا هواية. هذا هو يعني جد اشوف الفيديوهات كلش مهتم العبها قريبا ان شاء الله. إن شاء الله. عزيزي ام جي، انا طبعا جدا سعيد بوجودك، شكرا هواية لملاحظاتك. الناس اللي يسمعونا يعني بصراحة يعني هواية اكو ناس يخافون مرات مثلا يتواصلون ويا الشركات الكبيرة وهاي، بس ام جي من الاشخاص اللي جدا داعم للكوميونتي بشكل عام وللايفنتات والشغلات، واذا شفته باي مكان يعني هيز فيري فريندلي، راسا لا تخاف عادي قول هاي، يعطيك نصائح، شوف اللعبه مالتك تقدرون تتواصلون وياها. وانا جدا سعيد بوجودك والنصائح اللي اعطيتنا اياها، كلش اتمنى كل التوفيق البابل جيمز، التيم مالتك بصراحه رهيبين كليتهم، تحيه خاصه لهم يعني كلهم ناس عزيزين وكذا. وإن شاء الله نشوفك يعني بأماكن أكبر من هاي، ونشوف الأيام اللي راح تصير بابل جيمز هي راح تسوي اكوزيشن الشركات وكذا، إن شاء الله واحدة من هاي الشركات تكون شركات عراقية بحيث تلقاها تكبر وكذا، نقول يابا اكوايرد باي بابل جيمز. فموفق إن شاء الله، وراح نشوفك إن شاء الله احنا بحلقات جاية بالمستقبل. هاي الحلقات هي حلقات أكثر شيء تعريفية وهيجي سوالف بشكل عام، بس راح يكون عندنا حلقات إن شاء الله خاصة. فالمايك إلك إذا عندك أي حكاية أخيرة. أول شيء يعني أشكرك هواية بنهار على البودكاست الجميل هذا وعلى استضافتي اليوم، وأتشكرك هواية على الشغلات الحلوة اللي حكيتها، واستمتعت جدا بالكلام وياك. إن شاء الله قريبا جدا راح ننزل شغلات جميلة ما أقدر هسه أعلن عنها، تعرف أكيد. لحد ما أنا على مود هاي مسألة ردت أقول شنو مستقبل بابل جيمز، إيش ناويين تسوون وكذا، بعدين قلت أكيد ما راح أكيد ما راح يقول لي. اللي اقدر اقوله انه ترقبونا قريبا جدا ان شاء الله، راح يكون اكو العاب صدقوني تريبل اي على الموبايل جايتكم من بابل جيمز باذن الله. رهيب رهيب، I can't wait إنه أجربها، وموفقين إن شاء الله. مشكورين هواي حبيبي غالي، مع السلامة.